نشكر الدكتور حسن جوهر، والآن نترككم مع الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي السيد عادل الفوزان. جزاكم الله بالخير. ما يخالف صوتي مو واضح. وين أبو محمد؟ أول شيء نشكر الأخ صالح الملا على استضافة هذه الحوارات. وفي البداية يعني إحنا في الكويت وايد شغلات ناقصنا، إصلاحات مطلوبة في كل مجال. الحقيقة إحنا يعني يمكن 20 سنة اللي طافوا من الغزو إلى الآن إحنا مو بس وقفنا في مكاننا، لا بالعكس إحنا قاعدين نرجع للخلف، يعني قاعدين نتخلف. فالمطلوب الآن أعتقد أسفين يوقف ورجوعنا، بس خلينا نوقف نفكر صح ونطلع قدام. فالقصة كبيرة ومعقدة الحقيقة. أي نظام سياسي أو أي نظام حتى فكر فيه وضعه من الأصل من بداية الدنيا لازم يحقق شغلتين أساسيات. الأولى يحق عدالة بين الناس، الثانية يصون الإنسان وكرامته. تحقيق العدالة بين الناس هو قضاء مستقل لوحده. مشكلة الآن الكل يتكلم في القضاء وأحكام القضاء، حتى لما تعجبنا بعض الأحكام، لكن هو مرادنا الأخير، هو مرادنا الأخير. ولذلك السلطة القضائية سلطة مهمة أن تخرج خارج السياسة بشكل عام وتبقى مستقلة، لأن هي مرجعيتنا، هي مرادنا. الموضوع كرامة الإنسان، إحنا لله الحمد في بلد في بحبوحة من العيش، إحنا نقول إنه جزء من كرامة الإنسان الأساسية هي الحريات. والآن مع كل أسف في تراجع عن حريات الناس. السبب إنه عندنا سلطات ثلاث المفروض تكون مستقلة، تنفيذية، تشريعية، قضائية، لكن مع الأسف كل هذه السلطات داشة في بعضها. لا الوزير عارف دوره صح، ولا النائب قاعد ياخذ دوره صح، والقضاء كما انتم شايفين كما قال الدكتور اليوم حديثنا كله بالقضاء. في هذه هي المشكلة، على الوزير ياخذ دوره صح ووزارة تصير صح، وعلى النائب يعرف دوره صح ويشتغل صح. اليوم النائب يروح يطلع واحد من السجن، يعين واحد حتى في الجوانب الفلانيه يتدخل يتوسط يسفر، مو شغله حتى في التعيين يتدخل. فالقصه بالسلطات الثلاث هناك خلل. طيب اتذكر موضوع الاصلاح. طبعا بداية أول شيء الأسرة الحاكمة لازم تكون مؤمنة بالدستور وتحمل فيه، هذا رقم واحد. مشكلتنا أنه في جزء كبير من داخل الأسرة غير مؤمن بالدستور وغير ما يحملوا فيه، يعني كل الممارسات أخطاء وضد الدستور. فعليهم أنهم يؤمنون إيمان تام بأن هذا الدستور هو البلاد، هو الحماية، هو السور لأنه لهم. فلازم إيمان ولازم يعملون فيه بنفس الوقت. اثنين، على الأسرة الحاكمة أن تحل الخلافات الحكم والتنافس هذا الرهيب اللي قاعد يصير الاستقطاب الغير عادي، يعني لتحل البلد من الداخل وسبب خلافات. ولذلك عليهم أن يعني الحقيقة يعدلون وضعهم بهالجانب. هذه إحدى الإصلاحات الهامة جدا. الموضوع الأساسي في الإصلاح لا يمكن يكون إصلاح في مجتمع سحب هذه الاختلافات الرهيبة وهذا التمزق العجيب. مجتمع صغير في 20 ملة، لازم تزرع مواطنة حقة داخل الكويت. الكويت وحدة، كويت واحد، لا قبيلة لا طائفة لا فلان لا فلان لا مناطق إلى آخره. القضية المهمة أيضا في الإصلاح هو
شيء مثلا الدكتور عيد رقم واحدا هو يعني نظام انتخابي يحقق العدالة ويرضي على التفصيلات هذه. يعني يا جماعة تقولوني مطريري تطلعوني علو تطلعوني مش عارف حوازن تطلعوني بلد مقسمة وهذه منطقة الشعب وهذه منطقة السنوية هذا خطأ. أنا أعتقد لازم ندمج الدنيا كلها في بعض واختيار مناطق جديدة تحقق عدالة التوزيع وتنهي هذا الاستقطاب الرهيب وهذا التقطيع بالمجتمع الرهيب. هذه قضية أيضا هامة جدا في موضوع الإصلاح. وأنا ما مطول بقول نقطة نهائية، لو حطينا أحسن مجلس أمة داخل الكويت نختار الناس اختيار باليد، طبعا هذا مثال غير قابل للتحقيق، لكن لو فرضنا هذا وبدون الحكومة صح لن نستطيع أن نمشي 10 أمتار. التاريخ تجارب الدول الحديثة كلها تطورت أن في رئيس حكومة عنده رؤية وقادر مع فريق عمل صح، دون هذا لن نستطيع أن نتقدم شبر. لازم حكومة صح، رئيس حكومة صح، وحكومة صح، فريق معه صحيح، يتم الاختيار على أساس صحيح مو محاصصة. إذا توفرت هذه طبعا في قضايا أخرى كثيرة للإصلاح ما راح أدش فيها، كان مشهور من إشارة الأحزاب ومن القضايا اللي كلكم سمعتوها كلكم تعرفونها، لكن عم نقول بشكل نهائي على المجتمع أن يعي أكثر للمشكلة القادمة وبالذات الشباب. وأول خطوة أنا أعتقد على الشباب أنهم يسوونها أنهم يزيلون هذا التباين بين المجتمع الكويتي، أنهم يثبتون أنهم بالفعل شكل ما قلنا كويتي واحد كويت واحدة ما في غير هذا. وعلى الشباب أنهم يتبنوا قضاياهم لوحدهم، يحطون برنامج ويطق خطير مخ، برنامج قابل للتحقيق. وأعتقد قدمت وثائق كثيرة جيدة طور البلد وقابلة للتحقيق. أنا هذا اللي عندي وشكرا لكم جميعا.